أهلا بكم. نبدأ من شرم الشيخ في مصر، حيث تتواصل هناك أعمال قمة المناخ 27 بمشاركة أكثر من 120 من قادة العالم. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش في قمة شرم الشيخ المصرية إن على البشرية التعاون أو الهلاك إزاء الاحترار المناخي وتداعياته المتسارعة، وأن تختار بين التضامن أو الانتحار الجماعي على حد وصفه. الوقت يمر، نحن في صراع من أجل حياتنا ونخسر. تستمر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الازدياد، ودرجات الحرارة العالمية تستمر في الارتفاع، وكوكبنا يقترب بسرعة من نقاط التحول التي ستجعل الفوضى المناخية لا رجعة فيها. نحن على طريق سريع إلى جحيم المناخ، وأقدامنا لا تزال على دواسة البنزين. من جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة له بافتتاح أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقدة في شرم الشيخ المصرية، قال إن على الدول المتقدمة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها وفقا لاتفاق باريس تجاه الدول النامية خاصة في إفريقيا لمواجهة الاحتباس الحراري من خلال التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. إنه من الضروري أن تشعر كافة الأطراف من الدول النامية خاصة في قارتنا الإفريقية أن أولوياتها يتم التجاوب معها وأخذها في الاعتبار، وأنها تتحمل مسؤولياتها بقدر إمكانياتها وبقدر ما تحصل عليه من دعم وتمويل مناسبين. وننتقل الآن إلى شرم الشيخ، ومفادنا إلى هناك الزميل تامر أبو عرب. تامر، نتابع معك فعاليات هذا اليوم من هذا المؤتمر، أبرز ما جاء في كلمات المدعوين والمشاركين اليوم، وأيضا ما المتوقع على الأجندة لتتمة هذا النهار. مساء الخير زاهر. يعني الساعة الآن تجاوزت 7 بتوقيت القاهرة. مفترض بحسب الجدول المعلن فعاليات اليوم الأول من الشق الرئاسي كانت تنتهي بنهاية كلمات الرؤساء، مفترض في 6:30 بتوقيت القاهرة، لكن حتى الآن وصلنا إلى الساعة 7 ولم يتجاوز عدد الزعماء الذين ألقوا كلماتهم حتى الآن 20 كلمة. تتبقى أكثر من 28 كلمة. لا نعرف سبب التأخير تحديدا، لكن سألت أحد المنظمين وتحدث عن أنه بعض الرؤساء يسهبون أكثر مما هو متوقع، لكن اليوم لن ينتهي إلا بنهاية آخر كلمة لآخر زعيم، لأنه هناك أيضا جدول مزدحم بالكلمات في بدءا من صباح الغد. الكلمات التي تم إلقاؤها منذ الصباح كلها ترتكز على شيء واحد، الكلمات التي تلقيها أو يلقيها مسؤول الدول النامية تشدد بشكل أساسي وملح على فكرة التعويض وفكرة قيام الدول الكبرى بتحمل مسؤولياتها باعتبارها مصدر الانبعاثات الأول، وباعتبار الدول النامية أكثر المتأثرين برغم أنها أقل المشاركين في الانبعاثات الحرارية. كلمات الدول الغربية ويعني ممثلي الدول الغربية تركز على تفهم هذه النقطة، لكن ما يبدو منها أنها تريد أن تقوم بدور طوعي. نعلم أنه تم إدراج فكرة تعويض الدول على جدول أعمال القمة، وهناك حشد من جانب الدول الأفريقية والعربية والنامية في طريق الخروج بقرار ملزم للمجتمع الدولي بتحمل تكلفة تعويض الدول المتضررة من كوارث نتيجة التغير المناخي. لكن ما يبدو وما تحدثت حتى مع ممثلين ومندوبين وأعضاء في وفود رسمية يتحدثون عن أن الدول الغربية تتفهم ذلك، لكن لا يبدو هناك تحمس لفكرة الإلزام، أن يبقى هناك عبارات مطاطة تجيز أو لا تجيز أن تشترك الدول في فكرة التعويض، لكن لا تكون هناك نصوص ملزمة بذلك. تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما أشرت زاهر في كلمته تحدث وشدد على فكرة ضرورة اتحاد العالم بشكل
أكبر مما هو عليه لمواجهة تأثيرات التغير المناخي. كانت هناك أيضا أكثر من كلمة لرؤساء ومندوبين بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وجميعهم أيد المطلب المصري المتعلق بأمرين. الأمر الأول فكرة الإلزام، فكرة الخروج بهذا المؤتمر بمأسسة لفكرة تعويض الدول المضارة، ألا تكون برغبة الدول أن تكون إلزامية تحت مظلة الأمم المتحدة. والجانب الآخر يتعلق بالحرب الأوكرانية، لأنه لا ينبغي أن يجتمع كل هذا العدد من الزعماء والرؤساء في مكان واحد لمناقشة التغير المناخي، بينما على مسافة آلاف الكيلومترات هناك حرب روسية أوكرانية مستعرة تفاقم من هذه الأضرار ومن هذه المشكلات. هذا هو التركيز الأكبر حتى الآن ظاهر من جانب المشاركين ومن جانب الكلمات اللي تم إلقائها اليوم. نعم، شكرا جزيلا لك تامر أبو عرب، موفدنا إلى شرم الشيخ.